بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يؤمن النصارى بعدل الله وإنه إله عادل، وقد ذكر كتابهم المقدس العقاب اللي شمل آدم وحواء والحية بعد قصة الأكل من الشجرة، وهذا العقاب قد شملهم بالآتي: عقاب الحية إنها ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك 90 وضرابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب. أما عقوبة حواء: تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. أما عقوبة آدم: ملعون الأرض بسببك، وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا. والسؤال المطروح هنا هو: بما إن الله عادل وصالح البشرية بصلب المسيح المزعوم، فليه العقوبات دي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي؟ ليه الحية ما زالت بتسعى على بطنها؟ ليه المرأة بتحمل وتولد بالأوجاع؟ مش انتوا بتقولوا ان الله صالح البشرية بموت المسيح على الصليب؟ فليه المرأة ما زالت بتولد بالأوجاع لدرجة انهم بيستخدموا المخدر من شدة الألم؟ وليه عقاب الاشتياق ما زال موجود بين المرأة وبين زوجها؟ وليه الحية لحد دلوقتي بتمشي على بطنها؟ فين عدل الله بحسب إيمانكم؟ أمر الرب عندكم يا نصارى في سفر العدد إصحاح 15 عدد 32-36 بالعقاب الفوري للي يخالف تعليمه، وخاصة عدم تعظيم يوم السبت. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة، فمات كما أمر الرب موسى. فإذا كان ده حال ربكم مع عباده، فإيه اللي غير حاله مع سيدنا آدم وما عقبوش ليه في ساعتها؟ وإذا كان اللي عمله ده مع سيدنا آدم طبيعي وعادي جدا، فليه استعجل وقتل الراجل اللي خالف يوم السبت وما انتظرش علشان يجي بنفسه علشان يتصلب؟ وده معناه إن عقيدة الفداء والصلب بتخالف العقل والمنطق، ومفيش نص واضح وصريح على العقيدة دي من كلام الرسل في العهد القديم أو من كلام المسيح نفسه في العهد الجديد. فعقيبة الصلب والفداء بيستدل بها النصارى من تعليم بولس اللي بيقول في رسالة العبرانيين الإصحاح 9 عدد 22: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والمفاجأة الصادمة لأصدقائنا النصارى إن علماءهم أجمعوا إن رسالة بولس للعبرانيين هي مجرد كلام من مجهول، محدش يعرف مين وفين وإمتى والمين اتكتب الكلام ده. ونبدأ بالدليل الأول من مقدمة السفر في الترجمة اليسوعية اللي بتقول: الأدلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة إلى بولس كثيرة، أما الاهتداء إلى اسم الكاتب فلا سبيل إلى طلبه. لابد من تسليم أننا نجهل اسم الكاتب، ليس في المؤلف إشارة واضحة إلى الذين أرسل إليهم، لا يسعنا أن نحدد لها زمانا أو مكانا. والدليل الثاني في دائرة المعارف الكتابية مجلد 5 صفحة 180: لا يعلم على وجه اليقين كاتب هذه الرسالة، لا يذكر في الرسالة نفسها إلى من كتبت مثل ما لم يذكر كاتبها. أخذت هذه الرسالة وضعها بين أصفار العهد الجديد منذ أن أدرجها في القرن الثاني أحد الآباء. وطبعا مجهولية كتبة الكتاب المقدس لا يخفى على أحد، لدرجة أن الأستاذ جرجس لما سألته مين اللي كتب رسالة العبرانيين اعترف أن كتبة الأناجيل مجهولين، وأنه صعب تحديد مين اللي كتب حاجة اتكتبت من 2000 سنة. مين اللي كتب سفر العبرانيين؟ مين اللي كتب الحاجات دي؟ فإن قلت لك مثلا
انه اللي كاتب فلان. هتقولي طب وايه الدليل؟ طب ازاي انا اقدر اجيب الدليل؟ يعني دي يعني دي حاجات ممتاز. اتكتبت ممتاز. من حوالي 2000 سنة. فايه ممتاز. الدليل على ايه؟ على يعني يعني ازاي اوصل لهذا الكاتب من 2000 سنة وما كانش فيه وسائل لحفظ التواريخ في ذلك الوقت؟ يعني انت دلوقتي عندك قرآن، عندك انترنت، عندك حاجة بتحفظ التواريخ. فلما يكون شيء اتكتب من 2000 سنة صعب جدا ان انا احدد الكاتب بالضبط. فالغريب والعجيب ان النصارى بيخاطروا بحياتهم الابدية واخرتهم، بيؤمنوا بعقيدة وضعها لهم مجهول في زمن مجهول، الناس مجهول. ومن النصوص اللي في الكتاب المقدس اللي بتثبت تحريف نص بولس في رسالته للعبرانيين، واللي بتأكد ان ربنا غفر لناس كتير بدون صلب ولا دم ولا فداء، ما جاء في سفر أشعياء إصحاح 55 عدد 7: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأنه يكثر الغفران. وبناء عليه فإن الخطيئة لا تورث من الأب إلى ابنه، لأنها من الأفعال المكتسبة التي لا يتم توارثها. فلو الأب عمل ذنب، هل ابنه هيورث ذنبه زي ما ورث مثلا لون عينه؟ ولو الأب ده اختار أنه يكون مجرم، هل معنى كده أن ابنه هيورث طبيعة الإجرام اللي في أبوه؟ وإن كان الأب صالح فده لا يعني إن الابن هيكون صالح زي أبوه. فربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام بطبيعة قابلة للخطأ، بدليل إن ربنا بعد ما خلقه حذره إنه يأكل من الشجرة. فالوقوع في الخطأ من طبع الإنسان ومش موروث من سيدنا آدم. وبناء على ذلك فالاعتقاد بالخطيئة الموروثة يتناقض مع مبدأ الثواب والعقاب. فإزاي يتعاقب الابن ذنب أبوه؟ وإزاي يتعاقب شخص على ذنب ما عملوش؟ والاعتقاد بالخطيئة الموروثة يتناقض مع العدل الإلهي، وده لأن الله عادل يعاقب الإنسان على الفعل اللي عمله هو، مش على فعل عمله أبوه وأجداده. فالكتاب المقدس بيأكد المعنى ده في سفر حزقيال إصحاح 20 عدد 18: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم أبيه، والأب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. والنص ده بيدل على ان مسؤولية كل فرد عن ذنبه وينفي العقيدة الموروثة. وفي انجيل متى الاصحاح 16 عدد 27: فان ابن الانسان سوف يأتي في مجد ابيه مع ملائكته، وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله. فالمسيح بنفسه يقرر ان كل انسان سيجازى بحسب عمله، وده بيناقض الخطيئة الموروثة، لان النص بيدل على ان الخلاص بالعمل مش بالصلب. ومن الأدلة النقلية على فساد عقيدة الصلب والفداء ما جاء في سفر التثنية إصحاح 24 عدد 16: لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. هل ربنا غش خلقه وقال لهم أنه لا يقتل الآباء عن الأولاد وأنه لا يقتل الأولاد عن الآباء، وبعد كده فاجئهم انه مش هيحملوا خطأ ابوهم ولكن هيحملوا خطأ ادم وحواء؟ يقول النبي ارميا في سفر ارميا اصحاح 31 عدد 29-30: في تلك الايام لا يقولون بعد الاباء اكلوا حصرما واسنان الابناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل انسان يأكل الحصرما تدرس أسنانه. ويرفض حزقيال النبي لعقيدة الخطيئة الأصلية، فيقول في سفر حزقيال إصحاح 18 عدد 19 للعدد 23: وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الأبي؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الأبي، والأب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي
وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ فليه ربنا ما غفرش لآدم وحواء ذنبهم؟ وإزاي يصلب نفسه أو ابنه زي ما بتقوله، وهو قال الابن لا يحمل من اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الابن؟ وفكرة الخطيئة الموروثة تتناقض مع وجود أبرار، فربنا نجى نوح واللي كانوا معاه في الطوفان لأنهم أبرار. قال الله لنوح في سفر التكوين إصحاح السابع عدد 1: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. فلو كل مولود ورث الخطية فمش هيكون للأبرار وجود على الأرض، وده بيتناقض مع الواقع. والكتاب المقدس بيذكر نماذج كتير لشخصيات قهروا الرغبات الشريرة وعاشوا حياتهم في وفاق مع إرادة الله. وأكبر مثال على كده نبي الله أخنوخ. قد جاء في سفر التكوين إصحاح الخامس عدد 24 إن أخنوخ صعد حيا إلى السماء، وإنه حي فيها، حيث يقول النص: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. وإبراهيم الذي صار كلام الرب إليه في الرؤيا قائلا في سفر التكوين: لا تخف يا إبرام، أنا ترسن لك، أجرك كثيرا جدا. والسؤال هنا لأصدقائنا النصارى: تقولوا إيه في الناس اللي كانت قبل مجيء المسيح؟ هل بتعتبروهم كفار ولا مؤمنين؟ لو قلتوا انهم مؤمنين فبكده انتوا اعترفتوا انه ملوش لازمة يتقتل المسيح علشان يخلصهم، لان بكده يكون ايمانهم هو اللي خلصهم. وان قلتوا انهم كفار فبكده بتكذبوا المسيح اللي قال في انجيل متى اصحاح 9 عدد 12: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة، لإني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فالمسيح قسم الناس لاسمين: أبرار وخطاة. إذن في أبرار ما ورثوش الخطية اللي بتزعم الكنيسة إن كل إنسان ورثها من آدم. قال المسيح في متى الإصحاح 12 عدد 37: لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وده معناه ان الانسان يساب او يعاقب بسلوكه، مش سلوك ابوه او جده. فالخطيه لا تورث، وربنا سبحانه وتعالى سامح ادم وخطيئته اتغفرت. والدليل من الكتاب المقدس نفسه في سفر الحكمه الاصحاح 9 عدد 17: والحكمه هي التي خلصت كل من ارضاك يا رب منذ البدء. وايضا في سفر الحكمه الاصحاح العاشر عدد 1 و2: هي التي حفظت أول من كوبل أبا للعالم لما خلق وحده، وأنقذته من زلته، وأتته قوة ليتسلط على الجميع. وده معناه إن ربنا أنقذه وخلصه وسامحه لما أنزله على الأرض. الكنيسة بتنسب أصل الخطية إلى آدم، وده بيتعارض مع التوراة اللي بتخلي أصل الغواية لحواء. فحواء اللي أغوت آدم لما قال آدم لله مدافعا عن نفسه في سفر التكوين الإصحاح الثالث إصحاح عدد 12: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. وحواء نسبت الغواية للحية لما دفعت عن نفسها وقالت في سفر التكوين إصحاح الثالث عدد 13: الحية غرتني فأكلت. نستنتج من كده إن حواء هي اللي وقعت تحت غواية الحية، وإن حواء تعاونت مع الحية ودلتها على الشجرة التي تم النهي عن الأكل منها. وبالتالي تشرح التوراة سماع وطاعة حواء للحية ولنصيحها وعدم امتثالها لأمر ربها وخالقها بالنهي عن الأكل من الشجرة دي. ورمت كلام الله وأمره وراء ظهرها، واستحسنت كلام الحية وصدقتها وصدقت نصيحها وعملت بيها بعد أن رأت بأن هذه الشجرة جيدة للأكل، وإنها بهجة للعيون وشهية للنظر. وحسب التوراة عاقب الله الحية بزحفها على بطنها، وعاقب حواء بالأوجاع للولادة واشتياقها لزوجها، وعاقب آدم بطرده من الجنة. فإذا حبينا نرجع الخطية إلى أصلها الأول، فأصلها الأول هو الحية وليس آدم ولا حواء بحسب الكتاب المقدس. فالاعتقاد بالخطية الموروثة اعتقاد خاطئ مالوش أساس، ومفيش حد من الأنبياء قالوا إن فيه وراثة خطية، إن غفران الذنب بتوبة الإنسان هو اللي بيليق بالله الرحيم. وده بيكرره الكتاب المقدس، علشان كده بيقول بولس في روميا الإصحاح الرابع عدد من 7 ل8:
طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. وتتجلى رحمة الله وغفرانه للمذنبين في سفر الحكمة الإصحاح 11 عدد 24 و25 عندما يقول: لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، لأنك تحب جميع الأكوان ولا تنقد شيئا مما صنعت، فإنك لو أغبطت شيئا لم تكونه. وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى قبل توبة سيدنا آدم زي ما بيقبل توبة أي إنسان عاصي، فعفو الله أعظم من أثامنا وذنوبنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أما مسألة وراثة الذنب فهي مرفوضة عند المسلمين، والقرآن وضح وبين بطلان العقيدة الظالمة التي أنكرتها التوراة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمبدأ الخطية الموروثة استحدثته الكنيسة علشان تبرر قصة صلب المسيح، ولما كان من الضروري البحث عن سبب يبرر الصلب اخترعوا قصة الخلاص بالصلب، وبالتالي استحدثوا نظرية الخطية الموروثة لتبرير صلب المسيح. وفي الواقع مفيش خطية موروثة والمسيح ما اتصلبش ومفيش خلاص، فهم بدأوا القصة من آخرها مش من أولها، فقالوا المسيح اتصلب وبعد كده بحثوا عن سبب للصلب، فكان المخرج انهم يقولوا ان الصلب حصل علشان تخليص الناس من الخطية الموروثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.